من المعروف أن للزيتون استعمالات عدة، نستخدمه في الطهي والسماد وغيره، إلا أن فنانة فلسطينية شابة استخدمت الزيتون بطريقة إبداعية. لنرى بعض أعمال أريج لاون من الناصرة ثم نتحدث إليها. أريج لاون الفنانة الفلسطينية تنضم إلينا الآن من مدينة الناصرة. أريج، أهلا بك في برنامجي أنا الشاهد. هناك من اختار الشمع أو الزيت أو حتى النار للرسم، لماذا اخترت حبيبات الزيتون لتقديم هذه اللوحات الإبداعية؟ كنت مهتمة جدا أنه أعمل عمل فني من شجر الزيتون، لأنه شجر الزيتون جدا مهم لفلسطين، تعتبر الذهب الأخضر لفلسطين، وأيضا من رمز ترمز لهويتنا وتاريخ أجدادنا وتراثنا، وأيضا هي مصدر رزق لكثير عائلات فلسطينية. وعم بيصير يوميا صراع على الأرض وعلى قطع الشجر من قبل الجنود، فحبيت أنه من هالشجرة المهمة أعمل عمل فني، وابتكرت طريقة الرسم برص الزيتون. نعم، متى بدأت هذه الطريقة؟ من سنة تقريبا. في البداية عملت من الزيتون، من نواة الزيتون، عجم الزيتون، لوحة مكونة من 900 عجمة زيتون، ورسمت من فوق العجم شجر الزيتون الذهب. فخلال تجميع لعجم الزيتون وخلال رص الزيتون جاءتني فكرة أنه أرسم بطريقة الرسم. اشرحي لنا أريج مراحل صنع هذه اللوحة وحتى مرحلة إتمامها. نعم، عندما ابتكرت الطريقة كنت مهتمة أنه الموضوع والشخصيات اللي راح أرسمهن إلهن علاقة بالزيتون وبالأرض، فعند بحثي اخترت أرسم الحاجة القديرة محفوظة شتية، اللي اتخذ إلها صورة قبل 10 سنوات، وهي حاضنة إحدى أشجار الزيتون بكل حب وغضب بوجه الاحتلال بعد ما قاموا بقطع أشجار الزيتون. فحضنت الأشجار بدون ما تخاف على روحها، كأنه أم تحضن ابنها تحميه من الموت. فتقديرا لموقفها حبيت أرسمها بالزيتون. وأيضا رسمت الشاعر الراحل محمود درويش، عنده قصائد عن الزيتون وعلمنا حب الأرض والتمسك بالوطن، فأيضا رسمته بالزيتون. ورسمت الشاعر الراحل من مدينة الناصرة توفيق زياد، اللي اعتبره أكثر شخصية وطنية بمدينتي، وأيضا رسمت القائد الراحل ياسر عرفات بالزيتون. ف اخترت هالشخصيات أرسمها، وبقوم برص الزيتون على قماش حجم كبير حتى تطلع الملامح
واضحة، لأنه رص الزيتون، مقرص الزيتون بيطلع بقع زيت متنافرة عشوائية. ف كنت أرسم على قماش بحجم كبير. نعم، هذه الشخصيات التي تقومين برسمها، هل تركزين فقط على وجوه أو شخصيات فلسطينية مؤثرة، أم تقومين برسم مشاهد أخرى أو مواضيع أخرى؟ رسمت عدة مشاهد مختلفة، أيضا رسمت مشهد للقدس، رسمت وجه عجوز تجاعيدها بتعبر عن تاريخ وعمق وتاريخ أجدادنا والعنوه من خلال النكبة لحد اليوم. وماذا تفعلين أريج بهذه اللوحات؟ هل تقومين بعرضها؟ هل تنوين عرضها في معارض؟ هناك من يشتريها مثلاً؟ نعم، كان لي معرض للزيتون في مدينة أريحة قبل بنهاية سنة 2014، وأيضا لما وزارة الثقافة الفلسطينية شاهدوا فيديو الزيتون تحدثوا معي واختاروني حتى أشارك بمعرض الدولي للكتاب في المغرب اللي كان في شهر شباط، وحتى أمثل فلسطين بالمعرض. هو كان معرض للكتاب، لكن أنا كنت الفنانة الوحيدة المشتركة بهذا المعرض. فقمت أيضا برسم مباشر قدام الجمهور، قمت برسم ملك المغرب بالزيتون الفلسطيني والزيتون المغربي، فكان هناك إقبال جدا وحبوا كثير الفكرة والابتكار الجديد. نعم، أكيد أن للزيتون أهمية خاصة بالنسبة للفلسطينيين، ولكن ما الذي تنوين القيام به في المستقبل؟ هل لديك مشاريع أخرى في هذا المجال؟ نعم، عم أحاول يوميا أفكر بطرق جديدة لم يسبقني فيها أحد. فأيضا بعد الزيتون ابتكرت طريقة عمل أشكال من زيت الزيتون بداخل الماء. طبعا معروف إنه الزيت يطفو فوق الماء بسبب الكثافة، لكن بطريقة معينة خليت إنه زيت الزيتون بداخل الماء يشكل أشكال مختلفة بهاي الطريقة. فدائما أحاول أبتكر طرق جديدة. شكرا لك أريج جالاون، الفنانة الفلسطينية التي تستخدم حبيبات الزيتون في الرسم، شكرا لك. شكرا لكم.